بالامس من جاري ميدل، تعدي خطيره، الباصه جميله جدا، متابعه خطيره، سرعه موجوده، محمد صلاح، محمد صلاح والمهاره والهدف، جوه الجول، جوه الجول، الهدف الاول، الهدف الاول في اول هجمه، في اول انطلاقه، في هجمه منظمه سريعه، الباصه ايه؟ الباصه حلوه جميله، والتحرك رائع جدا من نجم النجوم ابن النيل محمد صلاح عشان يسجل الهدف الاول، وهدف للتقدم في الدقيقه 12 من زمن الشوط الاول. محصلة المباراة هجمتين خطيرتين في اللقاء، هجمة أولى خطيرة بالنسبة لمنتخب تشيلي، تصويب قدم اللاعب سانشيز والتألق من شيف إكرامي، وهجمة ثانية خطيرة كانت من منتخب مصر بتحرك طولي بلمسة بتصويبة حلوة من النجم الكبير محمد صلاح عشان يسجل الهدف الأول وهدف للتقدم في الدقيقة 12 من عمر اللقاء. أول هجمة، أول هجمة في أول انطلاقة، في أول تحرك جميل من اللاعب.